قبل الحملة انه شعور حزين انه نشوف اماكن جميلة، يعني مثل النهر نشوف نجري ناخذ صورة، نشوف الاماكن وسخة. تعمل الشابة رسل مع 200 متطوع ومتطوعة في العراق على جمع النفايات البلاستيكية على ضفاف نهر دجلة في مبادرة تحمل اسم سفراء النظافة، حملة توعية أبطالها شباب همهم تنظيف منطقتهم من النفايات ونشر الوعي البيئي في مجتمع يفتقر إلى أساليب فرز النفايات الحديثة. نهر دجلة الذي يعد مقصداً للعائلات والأصدقاء يتحول مع انتهاء كل مناسبة أو عطلة إلى ما يشبه مكب النفايات تملأه عبوات المشروبات والأكياس البلاستيكية. نهر دجلة على غرار مناطق أخرى في العراق تتكدس في شوارعها ومعالمها التاريخية النفايات البلاستيكية وغيرها من المخلفات المضرة، في حين تشهد مناطق أخرى حرق أطنان من النفايات ما يحولها إلى مطامر دائمة تشوه المدينة وتتسبب بأمراض خطيرة.